نتحدث فيه عن القرآن الكريم منهجا لحياتنا، رحمة وشفاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. القرآن الكريم من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، من أعظم النعم وأفضلها وأجلها هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كتاب قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فمن يريد التفوق والنجاح والفلاح والتقدم والرقي في الدنيا والآخرة فالقرآن الكريم يهديه إلى ذلك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا الكتاب العظيم الذي هو من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، له علينا حقوق. كل نعمة ينعم الخالق جل وعلا بها على الإنسان تستوجب الشكر، كل نعمة ينعم الله عز وجل بها علينا يجب علينا أن نجتهد في تقديم الشكر لله عز وجل على هذه النعمة. ولا أفضل من أن تستخدم أو تستغل هذه النعمة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى شكرا للنعمة بصورة عملية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشكر الله عز وجل بالعمل ويقيم الليل، وفي سورة سبأ: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فنشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة القرآن الكريم بأن نؤدي الواجبات تجاه القرآن الكريم، الواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا تجاه القرآن الكريم نقوم بها شكرا لنعمة الله عز وجل علينا، شكرا لهذه النعمة العظيمة. فنقوم بواجباتنا تجاه القرآن الكريم، ومن أولها أن نحرص على قراءته، نحرص على أن نقرأ القرآن الكريم استجابة لأمر الله عز وجل، ورتل القرآن ترتيلا. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة، ورتل القرآن ترتيلا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يرجون تجارة لن تبور بقراءتهم وأعمالهم الصالحة، فيكون الأجر عظيما من الخالق سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد قارئ القرآن الكريم على كل حرف بعشر حسنات، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتبس على الناس مفهوم الحرف بالكلمة، يظنون أن الحرف معناه الكلمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الحرف هو الحرف، يعني الكلمة اللي من خمس حروف هتاخد عليها 50 حسنة وانت تقرأ القرآن الكريم. كلمة من خمس حروف هتقرأه وانت بتقرأ القرآن الكريم تأخذ على هذه الكلمة 50 حسنة، لأنه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالمسلم دائما يكون له زاد من كتاب الله عز وجل، يتزود في حياته بالقرآن الكريم، يستعين على مصاعب الحياة بأن ينال من القرآن الكريم شيئا، أن يأخذ ويقرأ ويتلو ويتدبر، يقرأ شيئا من القرآن الكريم. لاحظوا
أن الله عز وجل في القرآن الكريم يأمر بالحرص على قراءة القرآن الكريم. انظروا في أي مواقف، يعني ربنا سبحانه وتعالى في بداية الدعوة فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل في قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم خفف بعد ذلك وأصبح قيام الليل نافلة. ولكن الآية التي نزلت في تخفيف فرضية قيام الليل أمرت بقراءة القرآن الكريم والحرص على قراءته حتى في المواقف التي ستذكرها الآية. نسمع الآية من أولها. الله سبحانه وتعالى يقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. هذه الجملة في الآية خففت فرضية قيام الليل إلى النافلة. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، لكن تبعها أمر آخر: فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا إلى آخر الآية. يعني حتى في هذه المواقف، في حال المرض تستأنس بالقرآن الكريم، في حال السفر ابتغاء الرزق تستصحب القرآن الكريم، حتى في حال الحرب والجهاد المسلم يحرص على أن يتزود من القرآن الكريم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه.